ونحبك يا مكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. بنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة المطابع اللي بنتعرف فيها على شغل المطابع، والنهاردة هنتكلم عن شغل الإندور. إيه هو مكان الإندور وإيه اللي بنطبعه عليه؟ ومعايا النهاردة محمد سيد هيكلمنا عن الإندور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله النهاردة نتكلم عن الطباعة الإندور وناخد فكرة عامة عنها بكل تفصيل. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة محمد، إيه هو مكان الإندور أو هي طباعة الإندور؟ إيه مكان الإندور عندنا ده مصطلح بينازل قصاد حاجة تانية اسمها طباعة الأوتدور. طباعة الإندور هي طباعة داخلية، يعني تحط مثلا جوه فندق، جوه صالة، جوه شركة، هي طباعة داخلية بمعنى صح. طباعة الأوتدور هي الطباعة الخارجية اللي احنا بنشوفها في الشوارع، في الطرق دايما، اللي هي اللافتات بتاع الطرق، واجهات المحلات، الحاجات دي. الطباعة الإندور اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ناس اللي هي الدقة بتاعتها عالية، كأني طابع صورة فوتو تماما بالظبط، بيكون الكواليتي بتاعها عالي جدا، بتبقى هي بالظبط نفس الكواليتي بتاع الفوتو بتاع الاستوديو. غير طباعة الأوتدور، طباعة الأوتدور لو ركزنا فيها ممكن نلاقي فيها البكسل بتاعها واضح، فيها شرشرة، فيها عيوب، اللي هي اللي بيبان من بعيد، من بعيد على اساس ان الاوت دور بيتحط في اماكن عاليه. طبعا في اماكن عاليه فمبيبانش التفاصيل دي قوي، هي مش مطلوب منها اللي هي تبين جوده الطباعه، هي مطلوب منها توصل رساله اعلانيه، فطبعا بتحط على مسافه بعيده ومبيبانش بيها التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي. اما طباعه الاندور فبانها طباعه داخليه، فبتبقى في المكان داخل. احنا النهارده معانا المكنه، معانا ايبسون دي اكس 5 الهيد بتاعنا اللي هو بيطبع كواليتي معانا لغايه 380 في 1440 تمام، ودي كواليتي عاليه جدا، بيقدر يطلع معانا الصوره كانها صوره استوديو بالظبط، يعني مش تلاقي فيه اختلاف كواليتي زي ما انت شايف على الكمبيوتر بالظبط، بتطلع معاك مبقاش فيه فقد في الريزولوشن ده. جميل. طيب طب بتقدر تطبع اصغر مقاس الطبع عليها ايه؟ تقدر تطبع مقاس الكارت من اول مقاس الكارت الشخصي، مقاس صغير جدا تطلع لك دقه كويسه جدا، مفيش اي مشاكل فيها. غير الاوت دور، الاوت دور محكوم بمساحه، يعني لو بدات تطبع مساحه مثلا وليكن 30 في 40 وعندي كتابات صغيره هتطلع مبكسله، يطلع فيها مشاكل. الان دور ما فيهوش الكلام ده، بيحل القصه دي تماما، ان هو يقدر يطلع لك كواليتي عاليه جدا، اللي هو يطلع لك نفس اللي انت بتشوفه بالظبط على الشاشه هو اللي قدام منك، مفيش اي فقد في الريزولوشن معاك. جميل. انا كديزاينر ايه يعني لما باجي اجيب لك شغل ايه المطلوب مني؟ كل المطلوب منك اللي انت بتعمل التصميم بتاعك ريزولوشن، طبعا بما اني بتكلم على كواليتي عاليه جدا فانا بشتغل ريزولوشن 300. طيب المكنه هتقبل معايا ريزولوشن اقل من 300، هتقبل طبعا ريزولوشن 200 وريزولوشن 150 وريزولوشن 72، بس الافضل ما دام انا بدور على كواليتي عاليه اللي انا اعمل التصميم من الاول ريزولوشن عالي، يعني بعمل 300 بكسل في الانش، ده يديني معايا بالمقاس الطبيعي بتاعي طبعا، يعني لو سي مثلا عاوز اعمل متر في متر بعمله مقاس متر في متر ريزولوشن 300 بتاعي. طب الفايل هيبقى تقيل معايا، لو معايا فايلات كبيره او حاجه بضطر اقلل الريزولوشن شويه انزل ل 200، بس برضه ده بيديني نفس الكواليتي ما دام انا عامل التصميم من الاول على هذا الريزولوشن، ما لعبتش فيه بيطلع التصميم معايا نفس الكواليتي. والافضل طبعا ان انا اكون شغال الاستريتور او برامج اللي هي الفيكتور، بحيث تديني الكواليتي اللي انا عاوزها، اللي هي الشارب بتاع ده ما فيش اي بكسله، الحاجات دي كلها. وطبعا سيم واي كيت، طبعا طبعا نظام الالوان طبعا في الطباعه عامه كله سيم واي كيت، باستثناء الاستوديوهات هي الحاجه الوحيده، المكن بتاع التحميض بتاع الاستوديوهات هو اللي بيشتغل ار جي بي. في نوعين من طباعه الاندور، في حاجه اسمها الووتر بيس، وفيها وفي طباعه ثانيه اسمها الايكو سولفنت. الووتر بيس دي كانت طباعه قديمه شويه، كانت اللي هي بتطبع في اللي هي برضو نفس طباعه الاستوديو اللي هي الانك جيت، بتبقى الاحبار بتاعتها احبار مائيه، مشاكلها كانت مشكلها كتير جدا، اللي هي اقل لو نقطه ميه جت على الفايل ما دام مش واخد اي طبقه حمايه بيبوظ معايا. الطباعه الايكو سولفنت عالجت المشكله دي، انا مش محتاج اللي انا سلف، لان الطباعه بما ان داخل فيها سولفنت فالثبات بتاعها عالي، بتطلع معاك الكواليتي اللي انت عاوزها بالظبط. برضو خلينا نوضح يعني ايه ايكو سولفنت. ايكو سولفنت ده نوع الحبر اللي بيمشي جوه الهيد الابسون اللي هو الدي اكس 5، نوع لكل هيد بيبقى معاه ليه نوع حبر معين بيمشي معاه، يعني الحبر يعني ده بيغنيني ان انا اعمل سلوفان او اللي هو بيبقى طبعا لان في نسبه سلوفانات، فطبعا الاحبار داخل فيها نسبه سلوفانات، فطبعا بيبقى فيها نسبه حمايه بتساعد معايا ان انا ما يتاثرش بالعوامل الخارجيه البسيطه. دايما بننصح الطباعه الاندور تكون داخليه معايا، ما تستخدمش في الطباعه الخارجيه. تعالوا بقى نروح نشوف المكنه بتشتغل ازاي، ومعايا اخويا الصغير كريم هيقول لنا عليكم السلام، هيقول لنا ازاي نشغل المكنه. يلا كيو، يلا محمد. دلوقتي احنا بنجيب الملف بيكون بصيغه جي بي جي او بي اس دي او كده او اي امتداد لها علاقه بالصور، فبنحوله من جي بي جي لتي اي اف. طبعا تي اي اف يعني يفضل امتداد تي اي اف، تي اي اف طبعا في الطباعه، يعني حتى لو هو اللي جاي لي التصميم بدون بي اس دي او جي بي جي
بنحوله ل PIF عشان يبدا يشتغل معايا على المكنه، يقرا التفاصيل الحاجات دي كلها. يعني اي حد يفضل يجيب لك التصميم PIF او انت كده كده بتحوله PIF؟ طبعا PIF بيبقى مساحته كبيره جدا، فلو ممكن يحصل فيه مشاكل في النقل عن طريق الفلاشه او الحاجات دي، يحصل فيه شورت في الملف او كده ما يفتحش كامل، فضل طبعا الجي بي جي لان بتبقى مساحته اصغر، بس من غير ما العب في الكواليتي بتاع التسييف بتاع الجي بي جي، اسيبه على الماكسيموم بتاعه بحيث ان هو يفضل محافظ على الجوده بتاعه. تمام. دلوقتي هنبدا طباعه، عمليه الطباعه بتاعتنا. بنبدا عمليه الطباعه بتاعنا اللي احنا بنعمل تشيك نوزل للهيد، نطبع تيست للهيد بتاعنا، نتاكد ان النوزل بتاعتنا بتاعت الهيد سليمه. تمام. لو لاحظتوا معانا كده ان النوزل بتاع الهيد كلها طبعا لو في طبعا شورت او جزء في مشاكل في الهيد بيبان، بتبقى شورت بيضه طبعا، فدي بتاثر على كواليتي الطباعه. تمام. فطول ما نحافظ على الهيد بالكواليتي بتاعه ان هو تمام يدينا معانا الكواليتي اللي احنا عاوزينها. هنبدا طباعه. تمام. تبدا يا ابني ده الهلس. المكنه بدات معانا طباعه وهي بتشتغل بالستيب سايد الستيب او البصائل اللي هي بتاخدها رايح جاي. زي ما قلنا برضك اللي احنا معانا الكواليتي بتاعه الطباعه، رغم ان كلمه برنت سوليوشن دي كلمه صغيره، ان انها ظاهره معايا بالظبط بدون اي فقد في البوزيشن فيها، البكسل بتاعها كله واضح. طبعا الالوان زي ما احنا شايفينها الالوان كلها مظبوطه، ما عنديش اي نسبه بتاع، لو عملنا زوم على الحروف هنلاقي الحروف بتاعتنا شارب كلها، بتاعتنا شارب، ما فيش اي فقد في البوزيشن بتاع الصوره. جميل. ده طبعا ده اللي بيميز الاندور عن الاوتدور. طبعا الاندور احنا بنوصل ان الهيد بتاعنا النوزل بتاعه 3 بيكو ليتر، ده حاجه صغيره جدا يعني ما بتتشافش من عين مجرده. فطبعا ده بيديني جوده عاليه جدا بعكس الاوتدور. الاوتدور بيوصل معايا يعني المكن اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي بينافس الاندور، بيوصل الريزولوشن بتاعه ل 35 بيكو ليتر و 30 بيكو ليتر، فده برضك بالنسبه لطباعه الاندور هو كبير جدا، بس هو في طباعه الاوت دور بيدي كفاءه عاليه برضو جدا. طب ايه انواع الماتيريال اللي انا بقدر استخدمها على مكن الاندور؟ عندنا في الخامات بتاعه الاندور عندنا الخامات بتاع ورق الحائط، الكنفس، الستان، الباك لايت، الجلوسي فيلم. ده عندنا مثلا الكنفس بينفع يتعمل بيه نطبع احنا عندنا في المطبعه تطليهات زي كده، مثلا ممكن تعمل بمقاسات كاستم. تمام. طبلات يعني اي مقاس هو عايز. عندنا المقاسات بتاع الفينيل مثلا على الخشب الام دي اف، دي برضو في الفترة الأخيرة بقت منتشرة جدا. القصة كلها إن أنا بدل ما أنزل أشتري طابلو جاهز بشكل موجود في السوق، أنا بعمل الشكل اللي أنا عاوزه. تمام. بالشكل المطلوب، يعني عندنا لو أنا في صورة هي اللي عجباني وأنا عاوز أعملها بقدر أنفذها أيا إن كان طريقة تقسيمة الطابلو بتاعي، سواء 3 قطع 4 قطع، متاح معايا اللي أنا أعمله قطعة واحدة وأيا كان أيا كان الخامة بتاعتي. طبعا عندنا من الخامات المميزه جدا في طباعه الاندور الورق الحائط، الكنفس، الجلوسي فيلم اللي هو بيتعمل منه الرول اب، الخامه الاساسيه اصلا بتاعه الرول اب هي الجلوسي فيلم اللي هي بتطلع معايا احسن كتير من طباعه البانر. معانا برضو الباك لايت اللي هو البوكسات المضيئه اللي هي بتاع المطاعم والحاجات دي، بتبقى الجوده بتاعتها اعلى بكتير، بتبقى البهجه بتاعتها احسن من طباعه الخامات التانيه البديله اللي هي بتستخدم كالوان. يعني كالوان.
تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا برضك في الاندور ممكن اطبع البانر والفينيل اللي هي نفس خامات الاوت دور عموما بصفه عامه. عندنا الفليكس. الفليكس عندنا في مشكله واحده بس، ان هو الكثافه الحبر معايا في الاضاءه بتاعه بتبقى باهته، فيفضل طبعا ان هو ما ينطبعش اندور، بس هو ينطبع وكل حاجه، بس طبعا الكواليتي بتاع الصوره بيبقى ضعيفه لان الالوان بتبقى شفافه، فلما تحط الليارات فوق بعضيها، يعني انا عندي السي ام واي كي بتاعي شفافه، كلها الوان شفافه، بتحتاج الارضيه بيضه عشان تبان. طب انا بعمل الفليكس ده عشان يبقى وراه اضاءه، فالاضاءه الكتيره طبعا وراه بتفسخ اللون. ايوه بالظبط. فده بيفضل اللي هو يتطبع طبعا اندور، لان كثافه الحبر الاوت دور بتبقى اعلى من الاندور. طب دلوقتي يا محمد، بعد ما خلصنا مرحله الطباعه، ايه المرحله اللي بعد كده؟ بندخل بعد كده على مرحله السلوفان، ودي بتبقى مرحلة مهمة للطباعة، لانها بتساعد معايا ان الطباعة بتاعي تفضل العمر الافتراضي بتاعها يبقى كبير. تمام. عندي طبعا انواع السلوفان، في سلوفان لامع وسلوفان مط، في سلوفان خاص بقى بيبقى فيه زي نقشة معينة او تأثير لما. معين لمعة معينة زي تأثير ليزر، تأثير كريستال، يديني تأثير في الصورة، حاجة إضافية فوق الخامة. تمام؟ تمام. طبعا ده بيدي شياكة للطباعة بتاعي، بيعلي من الجودة بتاعتها، بالإضافة ان هو طبعا بيضيف عمر افتراضي للطباعة بتاعي، بيزوده معايا لانه بيدي حماية، طبقة حماية على الطباعة اللي انا عملتها، ما بيحتاجش الناس. طبعا مكنة السلوفان معانا ده لغاية مقاس 150 او 152 بالظبط. ده تقريبا يعتبر اكبر مقاس في السلوفان. المقاسات اللي بعد كده بتحتاج تتوصل، ما بينفعش يبقى في مقاس اكبر من كده يدخل سلوفان، لان اغلبيه مكن السلوفان هم الستاندر بتاعه ال 160 سنتي، فيا دوبك يدخل معانا ال 150 سنتي. تمام. بنقص بقى البانر بتاعنا بعد الطباعة، وده اخويا اللي مش راضي يصور النهارده. هيكيمو بنعمل ايه؟ هنسلفي الشغل. يا شيخ انت فاجئتني. كريم اخويا بيتكسف شويه. بيتكسف من ايه يا ولد؟ ها دلوقتي بنحط بقى الطباعة اللي طبعناها على المكنة علشان نبدأ نعمل مرحلة السلوفان. دي بيانولا. تمام كده؟ تمام يا عم كيمو. طبعا بيبقى بالحرارة يا كريم. حرارة. تمام؟ طب للناس الفنيين بقى على المكنة، في درجة حرارة معينة أو حاجة؟ هو الفينيل بيبقى أو إيه اللي ياخد باله منه قبل ما يبدأ عملية السلوفان؟ طبعا هنا السلوفان بيبقى عامل حاجة شبه البلاستيك، بتتلزق على الورق بحيث تحافظ عليه. تمام. احنا كنا دلوقتي شدينا الرول بحيث يبقى مشدود معانا على السخان بتاع السلوفان، بحيث ان هو ما يكرمش معايا في السلفنه، يطلع ستيبل زي نفس الخامه بالظبط، بحيث لما انا بشوف الخامه بعد ما بتاخد سلوفان انا ما بشوفش الفرق بين الطبقتين اللي هم خدوا. تمام. طبعا ده ناتج عن السلوفان الحراري، وعشان ما يبوظش الشغل اهي، عشان ما يبوظش الشغل طبعا. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه يا كريم؟ هندوس بقى الزرار. لا والنبي الكونتينيو. طبعا السلوفان بيدي لمعه كمان للشغل بتاعي. ايه رايكم في السلوفان بتاعنا؟ ما يعرفش ان انا هطلعها. لا. وبعد كده؟ خلاص بنقص بعد دلوقتي الفايل من على المكنه. دلوقتي هو خد سلوفان معايا، واضح الفرق ما بين السلوفان البارد والحراري في الجزء الاولاني. الجزء الاولاني ده اللي هو قبل ما ابدا عمليه السلوفان، فطبعا الطرف تحس ان فيه بعض اجزاء الهواء. الجزء ده طبعا خلاص دخل مع الحراره، فبقى هو والخامه جزء واحد. جميل. ودي احد مميزات السلوفان الحراري يعني. طب السلوفان بيتنفذ على اي ماتيريال؟
نفذ على اي جميع الخامات حتى الكنفس. لا طبعا الكنفس لان الخامه اصلا هي الكنفس جمال الكنفس في انه يبقى على خامته الطبيعيه. انا ورق الحائط مطفي. ايوه انا عايز اقول حاجه بس اخير صبر. ان انا ده وانا صغير ونحبك يا مكرم. ايوه ولنا نكون خلصنا ان شاء الله. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو. وبشكر محمد وبشكر كريم اللي ما اتكلمش النهارده. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.